سلم محافظ شمال سيناء محمد شوشة 25 صيادا من صيادي الأسماك في مدينة العريش وسائل تعزيز السلامة البحرية، وأكد المحافظ أن مهنة الصيد ستكون سندا للتنمية الحقيقية في المحافظة، مشيرا إلى اهتمام مؤسسات الدولة بالعاملين في مجال الصيد سواء في بحيرة البردويل أو البحر المتوسط، حيث يتم دعمهم ماديا بصورة شهرية بمبلغ 1000 جنيه نتيجة توقف الصيد بسبب الظروف التي تمر بها شمال سيناء.